السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن تسييف الحمام وازاي تضيع تسييف الحمام وانت الحمام بتأكله مرتين في اليوم، بتكلفه مرتين في اليوم ومش باين عليه. بتمسك فرد الحمام بتلاقيه من تحت كده مسيف في سيف ده، وده علاجه ايه؟ طبعا ده علاجه ان انت بتروح اي صيدلية بشري، بتجيب بندكس، جرعة بندكس نشغل هي يعني جرعة بندكس. بتجيب الجرعة 6 حبات، 6 حبات بتفضيهم وبتطحنهم كويس، تطحنهم كويس جدا. شوف انا موفر عليكم عشان الفيديو ما يبقاش طول عليكم. وطحنت الايه؟ 6 حبات الجرعة اللي هي البندكس، بندكس بشري. وبتجيب ازازة مية زي ما انتوا شايفين، ازازة مية، ومنفضي الجرعة اللي احنا طحناها، طحنها طحنة كويسة كده. وطبعا بتبقى ايه؟ معطش الحمام من امبارح، بتبقى معطش الحمام شايل مسايا من قدامه من امبارح، وبترد جامد اوي كده، بحيث ان انت تضيع الجرعة، بتضيع الجرعة بتاعت البندكس في الايه؟ مع المية. وتكون معطش الحمام من امبارح زي دلوقتي، بتبقى شايل من قدامه الايه؟ المسائل. عشان اول ما تحط له جرعه البندكس، اول ما تحط له الجرعه هيجي شارب على طول. وهنشوف دلوقتي الحمام هيشرب ازاي. زي ما حضراتكم شايفين الحمام بيتفاعل على المس اهوت وبيشرب الجرعه لانه عطشان من امبارح. اما لو مش عطشان من امبارح مش هيحاول على المس او يشرب. طبعا انا حطيت له الجرعة وان شاء الله خير، وهيضيع التسيف على طول، وهتلاقي بيض مخصب معاك، لان معظم اللي تخصيب البيض بيبقى من الديدان المعوية اللي في الجسم الطائر، وبتتغذى على كل حاجة في الجسم الطائر. الديدان بتقتلها جواه، يعني نهجان، قلة جهد، بياكل ما بيبانش عليه. ان شاء الله الجرعة دي تتكرر بعد اسبوع، يعني انت النهاردة حطيت لهم جرعة بعد اسبوع من التاريخ بتحط لهم جرعة كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.